العراق مر في ظروف صعبة في سنوات عديدة لحد ما حصل الاستقرار للعراق، وأصبح حق استضافة العراق لبطولة الخليج حق مشروع. مثل ما نعرف الاستعدادات اللي جرت لهذه البطولة استعدادات كبيرة ومنذ سنوات طويلة، لكن هذه الاستعدادات في كل مرة كان يوصل ملف يعني استضافة العراق لمراحل النهائية يؤجل هذا الملف، فمن خلالها يتوقف العمل ويتعرقل. في المرة الأخيرة المرة الحالية الحمد لله والشكر بأنه البطولة أقرت في البصرة، فبدأ العمل يكون عمل تصاعدي والاستعدادات تصاعدية. يعني أنا من خلال زيارتي للبصرة خلال قرعة البطولة اللي جرت في البصرة خلال الشهر العاشر نهاية الشهر العاشر، شاهدت يعني الاستعدادات اللي موجودة بالبصرة كانت استعدادات كبيرة من خلال إكمال الملاعب، نعم، إكمال الطرق، إكمال المطار، إكمال المنافذ الحدودية وكذلك المستشفيات، كل الأمور اللوجستية اللي يحتاجها المشجع العربي والخليجي اللي سيحضر إلى البصرة إن شاء الله تكون متوفرة وتكون موجودة وبأعلى مستوى. إحنا حقيقة نحاول في هذه المرحلة بأنه لا نضع فد صيغة للمقارنة بين ما موجود في قطر في كأس العالم اللي شفناه فشي متطور جدا وفي ما موجود في العراق. إحنا يعني دا ننظم بطولة خليجية بها نكهة خاصة، فإن شاء الله نوصل نكهتنا العراقية.